أنا السيدة كوني فاتوماتا. فاتوماتا. السعر الآن هو 1000 فرنك للكيلو. البصل 800 للكيلو. والبطاطس 800. والباذنجان 700. والجزر ب 1300. ورق البصل بكم؟ هذا بالحزم نحن نبيعه 50 الحزمة، والسلطة أقدام السلطة ب 200 نبيعها بثلاثة ب 500 ثلاثة أقدام شاهدنا مباراة رائعة حقا، نقول اليأس لم يأتي شيء، كنا حزينين قليلا ولكن على أي حال سيكون الأمر على ما يرام، نأمل في مباراة قادمة. المغاربة الذين نعيش معهم لطفاء. Ils sont gentils.